رفض الانتظار في طوابير العاطلين ورفض العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وقرر أن يطلق مشروعه بنفسه بعد أن تخلى عن جميع القيود. فماذا فعل هذا الشاب وكيف حقق أرباحه؟ فادي العنان شاب من إدلب تحدى المستحيل طالما عمل في أكثر من مجال وطالما حاول تحقيق الربح، لكن لم يكتب له الحظ خلال تلك المحاولات، ولذلك قرر هذا الشاب الخروج عن المألوف. فادي لا يريد الانتظار دون ما عمل، يوم واحد يمر عليه من دون الحصول على فرصة عمل يعتبره يوما خارج قواميس الحياة. شهور طالت بفادي وهو يفكر في مشروعه الخاص الذي يريد تنفيذه من دون أن يكون خاضعا لتحكم أحد. الشاب السوري لا يريد تحكمات من مدراء أو مشرفين، أدوات بسيطة جهزها وقرر تنفيذ الفكرة بمركبة بسيطة يطوف بها على السيارات التي ركنها ملاكها أمام منازلهم لتنظيفها بطريقة سريعة توفر على ملاكها الوقت والجهد والمال. ينحدر فادي العنان من إدلب وقد بدأ العمل هذا في حلب التي نزح منها، وعانى من عدم الحصول على فرصة عمل مناسبة، وتوجه بعد ذلك إلى مدينة أعزاز، وهي مدينة في شمال سوريا التابعة لمحافظة حلب، تقع شمال غرب مدينة حلب على مسافة 48 كيلومترا. قبل إشراقة كل صباح يكون فادي قد جهز مركبته المتواضعة وأدواته منذ اليوم السابق، حيث يضع لنفسه مواعيد تناسب أحوال عملائه من أصحاب السيارات، ويتوجه إلى الحارات والشوارع السورية بعد وضع قائمة بعناوين أصحاب هذه السيارات. قبل خروج كل صاحب سيارة إلى عمله صباحا يضمن له فادي نظافتها تماما بعد أن يتوجه إلى العنوان المطلوب بمركبة محملة ببرميل مياه وأدوات تنظيف وسوائل منظفات تناسب السيارات، بحيث لا يتسبب في إحداث صدأ أو التأثير على الهيكل الداخلي للسيارة. جدول ومواعيد منظمة وقائمة عملاء مسجلة لدى فادي يبدأ إنجاز مهامه يومياً، ولا يعود إلى عائلته سوى بعد إتمام جميع مسؤولياته. مع نهاية كل شهر يكون الشاب السوري قد حدد موعداً للطواف على أصحاب السيارات والحصول على مستحقاته المالية التي يراها مرضية لمشروعه المتواضع. يعترف فادي بأن المسؤولية والجهد يتضاعفان عليه في أجواء البرد مع زيادة كميات الأتربة والطين المتراكمة على السيارات، ويخطط الشاب السوري لتكبير مشروعه لافتتاح مغسلة كبيرة بعد أن وضع 100 ليرة مقابل لأربعة مرات غسيل يجريها للسيارة الواحدة في الأسبوع.